تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر الإعداد، حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق المبدع دائما الأستاذ وائل القواسمة. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم معنا خلال الساعة، مشاركاتكم اتصالاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونقول يا مرحبا بكم سهلة، وأتمنى لكم إن شاء الله اليوم موفق يا رب العالمين. نأخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا مستمعين الأعزاء مع زميلتنا الأستاذ أسماء الجناحي والسوشيال ميديا. صبحك الله بالخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عز الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية، ونحن طبعا أسماء يعني مقدرين جهودك الكبيرة وعملت يعني على يعني على الساعة مثل ما يقولون، يعني 24 ساعة تغطية الأمور اللي صايرة في السوشيال ميديا، ولكن لا تحرمينا بعد من موضوع رسائلك الإيجابية اللي دائما نحن متعودين عليها إن شاء الله. ناخذ بس شوية أشياء أو جولة من قنوات التواصل الاجتماعي اللي صاير، يعني نحن وضعنا بعض من النصائح والإرشادات، لأن بعض الأشخاص لما شافوا إن قيود بدأت تخف ممكن نفهموها شوية إن خلاص نقدر نطلع ونقدر نسوي نقدرها، لكن نقول لهم يعني إجراءات تخفيف تقييد الحركة لا يعني الحياة ردت طبيعتها بشكل كامل، ولا يعني إن يعني إن نحن نقدر نسير ونجتمع. في النهاية يعني نحن بما أن احتمالنا عن تخفيف قيد الحركة لازم أيضا نشوف الإرشادات التي تم وضعها بخصوص هذا التقييد أو هذه الحركة. نعم. ونحن يعني في النهاية الجميع اليوم مسؤول عن الجميع، فنتمنى من الأشخاص اللي يسمعونا اللي يأخذون احتياطاتهم وإجراءاتهم الاحترازية لما يطلعون يتبعون الإرشادات، مو بس عشان يصدرون المخالفات لكن أيضا عشان سلامتهم وسلامة محبينهم. نعم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا عاطيها قنوات التواصل الاجتماعي هي التغذية المنزلية السليمة أثناء الحجر المنزلي. وايد نشوف يعني نشرات قنوات التواصل الاجتماعي إنه يعني الناس يقول اللي زاد مدكم وزنه وان الواحد صاير بس ياكل، نحاول شوية نغير في النشاطات اللي موجودة عندنا في العائلة في البيت انها تكون هي اكثر من النشاط البدني. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن دائما نأكد عليها في حال حاجتهم الى اي استشارة طبية ممكن انهم يتوفرون معنا لخدمة طبيب كل مواطن، وهي الحين يعني ما يحتاجون الاطلاع على الكول سنتر، ممكن يأخذون موعدهم عن طريق الهاتف وعن طريق التطبيق الإلكتروني يحجزون موعد، وأيضا يقدرون يلغون موعد. فيعني هالخدمات كلها موجودة بس بكبسة زر، فاللي يحتاج أي استشارة طبية ممكن يسويها. نعم. أيضا من ضمن الأشياء يعني نحن نحط في قناة التواصل الاجتماعي بعض السيناريوهات من مستوحاة من بعض القصص اللي قاعدة تصير يعني في المجتمعات بخصوص فيروس كورونا. يعني كل يوم يعني كم من يوم نحط بحث سيناريوهات لقصص، فنتمنى نحن ناخذ العبرة من هاي الأشياء.
في النهاية نحن نخلي يومنا سعيد أو نحن نخلي يومنا غير سعيد. ممكن أنا أكون في غرفة واحدة واستمتع، أو ممكن أنا أكون في قصر ومش سعيد. فيعني ما ناخذ حجة إن نحن قاعدين في البيت وملل وهذا، لكن نحن فعلا نقدر نسوي وايد برامج نخلينا نحن سعداء في أي مكان كنا فيه. صحيح، دمتي بصحة وسعادة. شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الأطباق الشعبية في رمضان مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا التميمي، ولكن بعد الفاصل بنعرف أكثر عن الأطباق الشعبية. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بكل من يعني انضم إلينا مستمعينا الأعزاء، وأيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. نشوف مواضيع الوسائل الإعلام، أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. علماء في هونغ كونغ، طبقة جديدة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يوما. قال باحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أنهم طوروا طبقة مضادة للفيروسات يمكن أن توفر حماية كبيرة لمدة 90 يوما من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. ويقول الباحثون أيضا في الجامعة إن تطوير هذه الطبقة التي يطلق عليها اسم ماب 1 استغرق 10 سنوات، وأنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها الناس مرارا مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم. ويقول جوزيف كوان الأستاذ المساعد بالجامعة وأحد كبار الباحثين في الفريق الذي طور المنتج، هذه الأماكن تتعرض لللمس مرارا وهي في نفس الوقت وسيط فعال جدا لنقل المرض. والطبقة التي تتشكل بعد رش المادة تتضمن الملايين من الكبسولات متناهية الصغر التي تقاس بالناتو وتحتوي على مطهرات. يقول كوان إنها تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة. مستمعين الأعزاء، ناخذ أختنا أخصائيات التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا التميمي، واليوم موضوعنا الأطباق الشعبية في رمضان. الأستاذة ثريا، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحت الله بالنور أخوي عبد الله، بخير. وانت بخير أختي ثريا. طبعا أنا شخصيا يعني كنت أتريا هاي الحلقة، هاي الأطباق الشعبية، واليوم أكيد يعني بنسمع عنك حديثنا معك عن الأطباق الشعبية وكيف يعني ممكن نحن أن نستفيد من الأطباق الشعبية اللي عندنا بحيث أنها تكون صحية. نعم، تفضل يا ثريا. شكرا. اليوم طبعا بنستعرض بعض الأطباق والحلويات الشعبية المتعارف تناولها في هذا الشهر الفضيل، وكيف نحن نحضرها بطريقة صحية، أو كيف أن نحن نرفع قيمتها الغذائية. طبعا لا يخلو بيت من الأطباق الشعبية اللي نحن نحب أن نتناولها في شهر أو تتميز فيها في شهر رمضان المبارك. أول شيء بنستهل بالهريس. طبعا الهريس هو مكونات عبارة عن حبوب القمح واللحم، وطبعا يوم نحن نقوم بالتنقيع حب الهريس خصوصا إذا كان في مي حار يمكن يفقد بعض من عناصره وفيتاميناته وأملاحه المعدنية. صحيح. يفضل الواحد إذا كان بنقع في مي مبحار يكون مي بارد على الأقل أو مي دافي. نعم. طبعا الهريس فقيرة شوية في البروتين، فقيرة شوية في الأملاح والمعادن، ويحتوي على نسبة بسيطة من الألياف لأن حب الهريس يكون منزوع القشرة. صحيح. كل ما زادت كمية اللحم اللي موجودة فيه كل ما ارتفعت قيمته الغذائية، لأن اللحم يحتوي على بروتين، يحتوي على فيتامينات، يحتوي على معادن. والأفضل طريقة عشان نحن نرفع قيمته الغذائية ونقلل من السعرات الحرارية اللي فيه، أول شيء يفضل الاستغناء عن السمن أو الدهن الخنين مثل ما نحن نسميه. نستغني عنها لأن هاي طيب تعتبر دهون، يعني تعتبر دهون مصادر حيوانية وممكنها ترفع الكوليسترول ويزيد من الوزن.
وإذا اضطرينا أن نحطها نحط مسحة بسيطة جدا جدا، مو بنسوي نفس الحفرة ونحطها ونزيد، لا نحطها ما نغرق يعني. أيوة هذا هو. وطبعا في تحضيره يفضل أن قبل نحن ما نطبخ اللحم لازم نحن نحاول ننزيل جميع الشحوم اللي موجودة فيه عشان احنا نقلل من السعرات الحرارية اللي فيه. القيمة الغذائية للهريس لكوب واحد من الهريس تحتوي على 152 سعرة حرارية، وطبعا مثل ما قلنا هو اللحم فيه عالي من المعادن، يحتوي أعلاها الفسفور على 198 ميلي جرام، والكربوهيدرات على 21 جرام من الكربوهيدرات. وطبعا الكمية يفضل أن الواحد يأخذ كمية بسيطة مثل مغرفة أو مغرفتين تقريبا. بالنسبة طبعا الحين ننتقل لملك السفرة اللي هو السريد أو الفريد. طبعا السريد أو الفريد هو عبارة عن صالونة، تعتبر الصالونة هي صالونة دي آي أو صالونة لحم وخبز رقاق. طبعا خبز رقاق يعتبر طبعا من الخبز الصحي، ونحن ننصح فيه دائما إذا الواحد يأخذه نظرا لأنه خفيف وسعرات الحرارية أو الكربوهيدرات اللي فيه قليلة. نعم. نحن طبعا يعتبر السريد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف فيه، والسريد طبعا يعتبر من الوجبات الغذائية العالي جدا في القيمة الغذائية، يعتبر مشبع عالي في الألياف أيضا نظرا لاحتوائه على الفروات، نظرا لاحتوائه على اللحم أو الدياي واللي تعتبر مصدر للبروتينات. عشان نحن نحضر الصالون بطريقة صحية، طبعا متعارف ان احنا نفور اللحم او نفور الدياي والماي هذا نكمل عليه ونستخدم الصالونة. السلق طبعا يعتبر طريقة صحية، يعتبر طريقة صحية لان احنا تخلصنا من هالماي، لان احنا يكون هذا الماي عالي جدا في الدهون المحتوية عليها هذه البروتينات سواء كان اللحم او الدياي، فنحن لازم ان نتخلص من هالماي اللي نحن سلقنا فيه ونستخدم ماي جديد حق الصالونة. وعشان نرفع قيمتها الغذائية هالصالونة نحط كل الخضروات أو معظم الخضروات اللي نقدر عليها. الخضروات طبعا متنوعة، منها الباذنجان، الكوسة، الفليفلة، أي نوع من أنواع الخضروات. فممكن إذا نحن أضفنا هذه نرفع قيمتها الغذائية ونزيد من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيها. نعم. القيمة الغذائية لكوب الفريد تقريبا 214 سعرة حرارية، والكربوهيدرات 24 جرام، وطبعا عالي في الكالسيوم 97 ملي جرام، وعالي مثل ما قلنا في المعادن منها معدن الفسفور 135، ويحتوي على جرام 0.2 من الألياف. الحين ننتقل للحلي وننتقل للقيمات. أستاذة ثرية، بس قبل لا ننتقل للحلى كان عندي بس توضيح شوية بخصوص موضوع يعني الثريد أو الفريد، يعني طريقة الطبخ. يعني في بعض الناس مثلا بعد ما يفور اللحم يقلي اللحم، إذا نتكلم يعني باللهجة المحلية، وفي بعضهم ما يقلونه مثل ما هو اللحم، مثل ما أنت تفضلتي إنه خلاص يرد ويحط الخضروات ويحمس وكذا. فأتوقع أنه إذا بدون القلي طبعا أفضل يعني صحي أكثر من أنه ينقلي، على أساس أنه يعني بيكون أيضا في الصالون نسبة الزيوت أكثر. نعم نعم، هذا شيء مهم جدا، لأنه هو يوم بيحضر الصالونة لازم بيحنس شوية البصل، ففي دهون أصلا موجودة هناك شوية، فعشان كذي السلق يكون أفضل أن إحنا على طول نستخدم الوجبة. وحبيت بعد أضيف نقطة، ترى البهارات ما فيها سعرات حرارية، ممكن أضيف البهارات. نحن قلنا صحية مو معناته بس ماي وملح، ضيفوا البهارات، والبهارات وايد ممتازة ومفيدة أيضا، تعطي نكهة بعد وتعطي نكهة. يعني ما قلنا إحنا صحي إن بس ماي وملح وخلاص، لا بالعكس ضيفوا البهارات ما في مشكلة. صحيح. أهم شيء يعني إن الطريقة تكون صحيحة وصحية. نعم. ومطبوخة بالشكل الصحيح. ونحن دائما نقول إن اللي يطبخ مفروض إنه يكون عنده هاي الثقافة، بحيث إنه يعرف ويوازن يعني مثلا كم كمية الملح اللي يحطها، كم كمية البهارات اللي يحطها في الصالون، وفي النهاية تكون يعني يكون طبق صحي وطبق أيضا يعني يكون لذيذ. أيوة، وبدائل الصحية لازم يكون عارف شو البدائل الصحية للملح، شو بدائل الصحية للسكر، هذا مهم جدا. صحيح. يلا نسير عن اللقيمات. اللقيمات نحلي. زين. اللقيمات طبعا تحتوي على الطحين اللي هو طحين القمح والخميرة والسكر والزيت. نعم. طبعا اللقيمات تحتوي على نسبة قليلة طبعا من البروتينات، والواحد إذا كان يبغى يأخذ منها على أساس الواحد يعني ما يزيد وزنه من 3 إلى 5 حبات، وبنستعرض بعدين قيمة الغذائية.
لرفع قيمة الغذائية للقيمة، طبعا القيمة لازم تتقلى، مستحيل أن تستوى من غير تقلى، يعني لازم إحنا نقليها. فنحن أول شيء إن لازم نستبدل، في ناس يحطون شيرة، ومعظمهم يحطون شيرة اللي عبارة عن ماء وسكر يغلونه، فيفضل أن يستبدل بسكريات أخرى مثل العسل مثل الدبس، طبعا يعتبر هذا عالي في الفيتامينات والمعادن وقيمته الغذائية، فممكن استبدله بالعسل والدبس ولكن حطه بشكل بسيط. في ناس يضيفون السمسم، والسمسم يعتبر بعد من المواد الغذائية الصحية، يضيفون الهال، وهذا طبعا يعتبر بعد طريقة صحية لرفع قيمة الغذائية. مهم جدا إذا نحن قليناها لازم نحن مو نقدمها على طول، على الأقل نحط تحتها محارم ورقية أو ورقة نشاف عشان نخفف الدهون اللي امتصتها خلال القلي. صح. فممكن بهالطريقة نقدر نحن أن نقلل من قيمة نقلل سوري من السعرات الحرارية اللي فيها ونسبة الدهون، وأيضا نزيد من قيمة الغذائية. صحيح. بالنسبة لمرضى السكري ممكن نحن نستبدل السكر بدائل السكر الأخرى، يعني ممكن تكون في بدائل صناعية وبدائل سكر أخرى ممكن نحن نستبدلها في هذه في تحضير الجيمات. في ناس يضيفون لها روب، وهذا شيء حلو بعد وشيء يرفع قيمة الغذائية. القيمة الغذائية لحبة الجيمات فقط 41 سعرة حرارية، والكربوهيدرات طبعا تحتوي على 6.6 جرام من الكربوهيدرات، ومثل ما قلنا قليلة جدا في الفيتامينات والمعادن. يعني كم حب الواحد ممكن ياخذ ثريا على الفطور مثلا القيمات؟ احنا دائما ننصحهم بثلاث، واذا كثروا 5 حبات بس. اكثر عن كذي طبعا نسوي القيمات صغار، مو بشرات اول نسويها، قبل كانوا يسمونها الفقاع، يعني طبعا كبيره نسويها صغار، كل ما نحدد الحجم يكون افضل او نصغر الحجم يكون افضل. والله الحين حتى يعني اختثريا نشوف ان موجوده بعض الاجهزه في الاسواق اللي تصنع القيمات، وانت الشخص هو اللي يختار الحجم اللي يبغي. بالفعل هذه طبعا تعتبر مفيده، وهي اصلا احجامها تكون وايد صغيره ومتساويه، هاي بعد بتفيدنا في تحديد الحجم اللي نحن ناخذه. زين ننتقل الى الساقه. أنا حطيت الساقة وحطيت الكستر وهالأشياء، بس نحن بنتقل للساقة. خلنا الساقة لأن ما عندنا وقت وايد، فبنشوف الساقة. ونعم. إنزين الساقة طبعًا هو يتكون من حبوب الدخن ويحتوي على السكر والهيل والمكسرات. الساقة فقير جدًا جدًا في القيمة الغذائية، تعتمد قيمة الغذائية على الإضافات اللي نحن نضيفها. فعشان كذي نحن عشان اليوم بنبى نحضر بطريقة صحية، عندي ثلاث نقاط تقدرون أنتم أو ثلاث طرق نقدر نحن نرفع قيمته الغذائية. أول شيء إضافة الحليب، ممكن نحن نغير من مكونات الساقة، نضيف الحليب. الحليب يحتوي على معادن الفيتامينات، يحتوي على بروتينات، ممكن نرفع قيمته الغذائية. ممكن نستخدم حليب خالي الدسم أو قليل الدسم. طبعا الساقة مفيد للأطفال، طبعا إذا حبينا نعطيه للأطفال. زيادة كمية المكسرات، كل ما نزيد كمية المكسرات بعد نرفع قيمته الغذائية. نستخدم العسل بدال السكر إذا كنا بنضيف، وللناس المصابين بالسكري نرد ونعيد نقول أن نستخدم بدائل السكر بالنسبة لهم يكون أفضل عشان نقلل كمية السكريات أو الكربوهيدرات اللي هم يأخذونها. القيمة الغذائية لكوب واحد من الساقة 315 سعرة حرارية، عالي في السعرات الحرارية. والكربوهيدرات يحتوي على 63 جرام، ويحتوي على الياف تقريبا 1.2 ملي جرام من الالياف، والفسفور 47 ملي جرام من الفسفور. اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي الاستاذه ثريا التميمي، يوعتينا بس ما قصرتي، معلومات جميله، الله يعطيك ان شاء الله الصحه والعافيه. شكرا لك. الله يعافيك اخوي عبد الله، كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا شكرا. مستمعينا الاعزاء، قبل لا نطلع الفاصل، موضوعنا وحلقتنا او موضوعنا الثاني بيكون عن الحمل والصيام، يعني بعض النساء تعاني من موضوع مشكلات صحية أثناء فترة الصيام، وبتكون معنا ضيفة الدكتورة أمل القدرة استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي، بنعرف أكثر عن موضوع الحمل والصيام. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم أيضا مستمعين الأعزاء على أرقام التواصل 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
مستمعين الأعزاء، قد تعاني بعض النساء الحوامل من مشاكل صحية أثناء فترة الصيام بسبب الإمساك عن الطعام والشراب لعدة ساعات يوميا خلال شهر رمضان المبارك، وقد يكون لذلك تأثير على صحة المرأة الحامل أو الجنين. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم الدكتورة أمل القدرة، استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة. صبحت الله بالخير دكتورة أمل، والنور والعافية. أهلين، الله يصبحكم بالخير ومبروك عليكم الشهر الفضيل. الله يبارك فيك دكتورة. تفضل. الله يسلمك دكتورة. دكتورة، نحن نعرف أن الصيام قد يؤثر يعني بشكل سلبي على بعض الناس اللي مثلا عندهم الأمراض المزمنة، سواء السكري أو الأمراض الضغط الدم، أو حتى في بعض الأحيان اللي مصابين بمشكلة الغسيل الكلوي أو عندهم مشاكل في الكلى. كيف يعني متى يكون الصيام دكتورة تأثير سلبي على صحة المرأة الحامل أو حتى على الجنين؟ احنا طبعا في البداية يجب على كل مرأة مسلمة، مرأة حامل، انها تكون تلجأ لطبيبتها النسائية في تقييم صحتها ككل، من ناحية الحمل، من ناحية الصحة، هل مثلا هي صحتها مصاحبة لبعض الأمراض المزمنة مثل ما تفضلت، ضغط الدم او السكري، ونوعية السكري، هل هو سكر حمل او هو سكر من التايب 1 اللي هو اللي بيحتاج لإنسولين. نعم. طبعا، أو مثلا الناس اللي عندهم حصوات بالكلى أو بيحتاجوا مثلا يشربوا على طول سوائل، هذين النساء الحوامل يجب على الطبيبة اللي بتعينهم إنهم تنصحهم بعدم الصيام. طبعا المرأة الحامل تحتاج يعني بتحب انها تصوم في شهر رمضان، تقول لك والله انا اصوم دكتوره مع الناس احسن ما اقضي بعدين. صحيح. لكن الشرع حلل لها انها تترخص من الصيام، وبالذات لما تكون عندها يعني شكوى او تكون عندها مرض معين ممكن يضرها او يضر الجنين. صحيح. احنا بننصح الحوامل، الحمل بنقسمه لثلاث اقسام، القسم الاول اللي هو الشهور الثلاث الاولى، والشهور الوسطى اللي هم الرابع والخامس والسادس، والشهور الاخيره السابع والثامن والتاسع. بنصح دائما المراه الحامل في اول اشهر الحمل بما يصاحب الحمل من وجود الغثيان والدوخه والاستفراغ، وبتكون هزيله، لازم تشرب شوي شوي سوائل، لازم تعطي جسمها بعض الراحة، لازم ما تخلي معدتها فاضية. يعني الصيام لفترة 14 إلى 16 ساعة، بالذات كمان للمرأة العاملة اللي بتطلع بالشمس بالحر، تفقد مثلا سوائل من جسمها، بالتالي بعد تكون أكثر عرضة للجفاف، والجفاف ممكن يأثر على صحتها وعلى صحة الجنين. وضع الحامل في منتصف أشهر الحمل، الرابع والخامس والسادس، نعتبره ربيع الحمل، وهذه الفئة من الحوامل يكون عندهم عادة إذا ما كان عندها أي مشاكل أخرى مصاحبة للحمل مثل ما تفضلنا السكر والضغط وأمراض أخرى، بنسمح لهم يصوموا، ولكن لازم هي تراعي نفسها، ولازم هي تكون طبيبة نفسها. يعني إذا حست بدوخة، إذا حست بغثيان، إذا حست إنه هي مو قادرة تكمل، إذا حست بعطش شديد، لازم تفطر. نعم. أنا بنصح الناس بعد الحوامل اللي هم في آخر أشهر الحمل، الثقل وعدم استطاعتها المشي، وممكن تكون مثلا الجنين كبر فمحتاج تغذية أكثر، ممكن إنه هي إذا كانت يعني حست بالجوع أو حست بالعطش لفترات طويلة، ممكن يأثر على نسبة الدم اللي بتوصل للبيبي، ممكن يأثر على البيبي. وإحنا بنشوف بعض الأحيان بعض النساء لما بيجوا للتصوير أو المراجعة في عياداتنا الماي شوية قليلة مثلا حوالين البيبي، وهي بيأثر على الجنين. بعد في نفس الوقت في الأشهر الأخيرة ممكن أنه يعرضها الجفاف أو عدم اتخاذها للسوائل الكافية في خلال فترة الصيام، يعرضها للولادة المبكرة، يعني يحدث عندها تقلصات، وهي التقلصات ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. لكن في نتيجة إنه هي لو راعت نفسها، لو أكلت على على الفطور الأكل المتوازن المتكامل اللي فيه الفيتامينات واللي فيه
البروتينات وكمية كربوهيدرات بس مو كثيرة، لأنه هرمونات الحمل هرمونات تؤدي أحيانا إلى سكر الحمل. يعني ممكن إذا الست الحامل أكلت كمية من الحلويات ممكن يعني تصاب بسكر الحمل، وبالتالي ننصحهم مش التباعد الابتعاد عن السكريات ولكن التقليل من نسبة السكريات. فإذا هي راعت الأكل المتوازن وشرب كمية من الماء أو السوائل سواء شوربة سواء عصائر، طبعا ننصح بالعصائر الفريش، سواء فاكهة مثلا من الفطور إلى السحور تقريبا لا يتقل عن كمية 8 أكواب من السوائل بإذن الله ما عليها شر. نعم. بالذات إنه هي ما حست بدوخة أو حست بشرب شديد مثلا. صحيح دكتورة. أيضا يعني نحن في البداية ذكرنا وعطينا أمثلة من الأمراض المزمنة مثلا السكري في حالة إذا كان الشخص صايم، فطبعا ينصح دائما للإنسان المصاب بالسكر سواء يعني حتى للمرأة الحامل بأن يتم بشكل مستمر فحص مستوى السكر في الدم، فدائما ينصح للشخص المصاب بداء السكري هو صايم أنه يفحص على أساس أنه يشوف القراءات كيف، هل هي مرتفعة ولا هي نازلة، على أساس أنه يتخذ القرار مع الفريق الطبي بأنه يفطر. كيف الوضع دكتورة بالنسبة للمرأة الحامل؟ متى ممكن هي تحس إذا كانت هناك بعض الأعراض إن خلاص تقرر أنها تفطر، لأن الصيام ممكن يأثر على عليها أو حتى ممكن يأثر على الجنين؟ طبعا هم مثل ما حكيت من قبل إنه في نوعين من السكر، سكر الحمل وسكر اللي هو بيكون المريضة مشخصة فيه من قبل، أحيانا سكر اللي هو تايب 1 أو تايب 2. تايب 1 إحنا طبعا دائما ننصحهم ما يصوموا، هذا طبعا معروف لأنهم بياخذوا إنسولين، والإنسولين لازم يتاخذ بأوقات معينة ولازم ما يكون على معدة فاضية، لازم يتاخذ مال ما تاخذ الإنسولين تاكل على طول، فما بينفع إنها تصوم أصلا. صحيح. لكن المرأة اللي هي حامل وعندها سكر والسكر منتظم والتراكمي عندها زين، ومثلا هي ما بتاخذ أي شيء، مجرد إنه الحمية يعني مكفية معاها وإنه القراءات عندها موزونة، هذه المرأة ممكن أنصحها بالصوم، ولكن لازم زي ما قلنا من قبل إنه لازم تأكل أكل المتوازن عند الفطور أهم شيء، وتأخذ السوائل المهمة وتفحص دمها وهي صايمة خلال فترة الصيام، طبعا تكون صايمة تقريبا 8 ساعات أو 10 وتفحص نسبة الصيام، ولازم نسبة الصيام تكون نسبة السكر تكون 93 ماكسيمم، وتاكل، وبعدين بعد الأكل بساعتين يعني بعد الفطور بساعتين أو بعد السحور بساعتين لازم تفحصها. فإذا كانت طبيبتها قالت لها أوكي أنت بالنسبة لإليك السكر ما قاعد ينزل، ما عندك هبوط بالسكري، هي ما حست بدوخة ما حست بهبوط مثلا، مسموح لها تصوم، وأنا بنصحهم دائما يصوموا يوم يفطر يومين، يصوم يوم يفطر يومين عشان تحس بأجواء رمضان، عشان ما تحس إنه هي مثلا ما قصها شيء، فهي صحيح. بتكون مبسوطة. ولكن طبعا احنا بنراعي، احنا من عامل الام انه هي روحين، هي روحها وروح البيبي، فلازم الاثنين يكونوا اوكي. صحيح دكتور، انت ذكرتي نقطه كثير مهمه بالنسبه للسكر، ان عفوا دكتورة، أن السكر يعني نوعين، النوع اللي هو سكر الحمل والنوع اللي هو السكر اللي مشخص، بس المهم بالنسبة للمرأة الحامل اللي هو اللي سكر الحمل، في كثير من النساء تعتقد بأن بعد الولادة يعني خلاص أصبح أن ما عندها السكر، ولكن دائما مفروض أن هي تتبع الإرشادات وتتبع البرنامج الغذائي السليم وأيضا برنامج الرياضة على أساس أن ما يرجع لها السكر. شو رأيك في الموضوع دكتورة؟ المرأة الحامل مثل ما أنا قلت من قبل أنه الهرمونات تبعت الحمل هي دايبيتوجينيك، يعني هي بتسوي سكر، لأن هي بترفع السكر فبتعمل حاجة اسمها ريزيستنت للإنسولين، ما بتخلي الإنسولين يشتغل بطريقة صحيحة. صحيح. ما بتدخل السكر داخل الخلايا، فهي إذا مثلا طرق العادات الخاطئة، الوزن الزايد، عدم الرياضة مثلا، في عندها ولادة مستقلة بيبي كبير مثلا، في عندها فاميلي هيستوري تاريخ مرضي في العائلة انهم عندهم سكر، هذول دائما النساء احنا بنحطهم كهاي ريسك، هذول كاتيجوري نوعية معينة ممكن يصيبهم السكر ودائما بنحط عليهم هايلايت، فبالتالي بنفحصهم وبنتأكد، وعادة بيكون كلامنا يعني متوقع انه عندها سكر، ممكن يصير سكر حمل بيصير عندهم سكر حمل. بعد الولادة احنا بننصحهم وبنرشدهم
انه لازم اختي الحامل اللي ولدتي ان شاء الله بالسلامه والبيبي طلع الحمد لله بخير وسلامه واحنا صحيح. تابعناكي، لازم بعد الولاده باسبوعين لما تكون هي دخلت على الاكل الطبيعي، طبعا نقولها لازم تخففي من السكريات والنشويات، الباستا والحلويات وهي الاشياء تتخفف منها، ولازم تتبع الاكل الصحي. احنا ما نقولها والله كوني فيري ريستريكت وما تاكلي وما... لا، تاكل الاكل الصحي اللي هي متوازن البروتينات ونوعيه الخضار اللي لازم تكون على المائده، وطبعا تشرب سوائل كثير، وزي ما تفضلت حضرتك انها لازم تمشي على الاقل نص ساعه على ساعه باليوم، ولازم تعمل فحص السكري بعد على الاقل اسبوعين من الولاده، اذا يعني ما قدرت عشان البيبي عشان هي تعبانه ممكن بعد 3 اسابيع. وبعدين احنا عندنا الاجهزه في البيوت موجوده اللي هي الون تاتش، تستعملها اذا حصلت انه بعد الاكل اكثر من 140، الصيام اكثر من 93، لازم تلجأ لاقرب مستوصف عياده دار البيت. نعم، والحين دكتوره ايضا يعني في هناك كثير من يعني البرامج، سواء يعني التطبيقات الذكيه او حتى يعني الاجهزه الحديثه، ان بامكان الشخص سواء يعني هو يعني عنده السكر او حامل وعندها السكر، انها تقدر تتابع مع الفريق الطبي النتائج هاي، بحيث ان يعني فتره الصيام تكون فتره يعني صوم صحي وما ياثر على المراه لا على عليها هي ولا حتى على الجنين. طبعا، لانه هاي الفتره فترة جدا مهمة، أعتقد كل أم حامل بيهمها جدا، يعني هاي الفترة مهمة جدا في حياتها وفي حياة الجنين. إحنا هدفنا إنه الأم بتكون سليمة إن شاء الله طول فترة الحمل، وكذلك الجنين يعني بعد 9 شهور هدفنا إنه يطلع بيبي إن شاء الله سليم معافى من كل الأمراض بإذن الله إن شاء الله. ولازم الأم الحامل تكون عارفة إنه هي إذا صابها سكري حمل عادة يعني هي معرضة أكثر من قريناتها أنه يجيها سكر بعد 45 مثلا، يعني هي بتكون معرضة أكثر، فلازم تحمي صحيح. نفسها بالرياضة وتحمي نفسها بالأكل الغذائي المتوازن، تحمي نفسها بأنها تبتعد عن السكريات على قدر الإمكان. صحيح، لأن دائما دكتورة يعني أن يعني الإصابة بالسكري طبعا في هناك أسباب، يعني سبب الوراثي وسبب الوزن الزايد، وأكثر الناس اللي ينصابون يمكن اليوم من السكر اللي هو النمط الغذائي، اللايف ستايل، نمط حياة يعني غير صحي، سواء عدم الرياضة، التنوع في التغذية، عدم يعني الأكل الأكلات اللي هي صحيحة، الوجبات المنتظمة، الساعات المنتظمة، هاي اللي يعني دائما نسبها كثير الناس اللي تصاب بداء السكري. دكتورة لو تعطينا نصائح عامة توجهينها للنساء الحوامل. نصيحتي لكل حامل أنه طبعا هي لأنه هاي الفترة كثير كثير فترة هامة بالنسبة للحامل، فترة الحمل، أنها تهتم بصحتها وتهتم بغذائها، ولازم تسأل طبيبتها إذا صار عندها أي داوت أو أي حاجة هي شاكة فيها، معلومة شاكة فيها، نسبة مثلا مو عارفة كم نسبة السكر لازم يكون وهي صايمة، كم نسبة السكر وهي بعد الأكل، إذا حست بدوخة أو حست بعطش شديد خلال فترة الحمل لازم تفطر، ولازم تلجأ لطبيبتها، ولازم هاي الفترة كلها فترة الحمل تكون تحت معاينة الطبيبة المسؤولة عنها. وإذا شكت بأي تقلصات أو أي مثلا تعب شديد أو طبعا تتجه للمستشفى، إحنا حاضرين لأي يعني مداخلات إن شاء الله. طبعا دكتورة أنتوا طبعا أكيد في نعم أنتوا في مستشفى لطيفة دائما طبعا متميزين، وخدماتكم الحقيقة يعني متميزة والعياداتكم متميزة، وفي هناك دائما تواصل بينكم وبين المتعاملين، وأنا متأكد أن هناك في يعني حلقة تواصل خاصة مع فئة النساء الحوامل. دكتورة أمل القدرة استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة، شكرا لك دكتورة، شكرا لمعلومات الطيبة وما قصرتي. شكرا، الله يحييك، كل عام وانتم بخير، والله يجيب العيد علينا وانتم سالمين جميعا يا رب. الله يبارك فيك دكتورة، شكرا. شكرا شكرا شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة، وأيضا هذا هو عفوا نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع صحي وسعيد. أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، وفي الإخراج مخرجنا المبدع وائل القواسمة، وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.